السلام عليكم إخواني المشاهدين، أهلا وسهلا بكم. تحية لكم من ضواحي مدينة مكناس، بالضبط إجري، اللي بعد ما درنا واحد زيارة ميدانية وتفقدية لهذا الضعة النموذجية ديال الفاكهات الشهدية اللي هي على وشك نضج الحمد لله، اللي أنتم كما كتشوفوا لو فروي ديالها تبارك الله اللي ديباسي واحد شادي الملك غليظ تبارك الله اللي ساغي تبع دابا فهاد مويان كاليبر. وبعد ما شفنا تبارك الله الحاله الصحيه ديالها كما كتشاهدوا انتما، لو فروي دابا راه طغي على كيات هنا. بعد ما غادي نلونسي هاد لا فيديو هذا باش نشوف الا كاين شي واحد اللي كيحتاج مثلا يشري هادشي ديال الغله تبارك الله. شوفوا الغله كيفاش دايره تبارك الله، الغله اللي زعما ما فيها حتى شي حاجه ديال الزاتاك ديال تريبس ولا شي حاجه ديال لي مالادي فونجيك ولا لاكلوك اكسترا ولا اسميتو. ولكن حنا دابا غادي ندير واحد تريتمون خاص لهاد لومو هادو ديال لاموش ميديتيراني الا سيغاتيت كابيتاتا، اللي هي واحد الذبابه اللي هي اخطر ذبابه اللي كتقيس هاد الشهديه وهاد الخوف هاد الفتره هادي. وحتى قضيه ديال التريبس الحمد لله كما كنشاف دوك الاعراض ديال التريبس ما بانوش فيها. هذا هو اللي بغيت نشير لكم. لذا هاد الضيعه هادي اللي بغى يشوفها ولا يراعيها يقدر شوف واللي بغى يتصل بالرقم 06 61 38 36 اعيد 97 اعيد 06 61 38 36 97. الاسم الكريم زهير امازيغ، زهير امازيغ اجري واحد لا سوبرفيسي ديال 3 هكتار. بيشي نكتريني، بيشي كاين البيشي وكاين نكتريني. نكتريني راه على وشك اللي تلقى الصافي الحمد لله، راه طيبه الى اخره. تحيه لكم من هربو.